زينب تستمر رحلة هيئة التميز والإبداع وإدارة الأولمبياد العلمي السوري في اكتشاف ورعاية مواهب التميز العلمي من أبناء الوطن، واليوم يبدأ موسم عمل جديد ومنافساته لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من كل المحافظات السورية بعلوم الرياضيات، الفيزياء والكيمياء والمعلوماتية، أكيد وعلم الأحياء. أكيد سمر، ولنحكي أكثر عن رحلة الأولمبياد العلمي السوري، شو الجديد فيها؟ بصرنا طبعا رحب بالدكتور خالد جمعة، عضو اللجنة العلمية لمادة الكيمياء بالأولمبياد العلمي السوري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا يسعد فيك. صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا اهلا فيك. وسهلا. بالبداية خلينا نتعرف شو الجديد بالأولمبياد العلمي السوري. هو حيبدأ يوم الاثنين، خلينا نحكي أكثر عنه. انطلاقة الموسم الحالي للأولمبياد راح تبدأ يوم الاثنين. الجديد بالموضوع انه المسابقة على مستوى المدارس راح تكون مسموح للطلاب يقدموا على المواد الخمسة اللي هي الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء والمعلوماتية. فالطالب عنده الخيار يتقدم للخمس مواد، وبالنهاية يختار المادة اللي بتناسبه، بتناسب رغبته، بتناسب هوايته ليتابع فيها ويتميز فيها. هذا الموسم مختلف عن السنوات الماضية. السنوات الماضية كان انه الطالب من بداية يختار التوجه تبعه من الأساس، بس نحن عانينا انه بعض الطلاب ما بيعرفوا شو لازم يختار، ففي حدا عم يختار عنهم. فلا، الموسم الحالي انه لا، بحق له الطالب يقدم على، مين كان يختار عن الطالب؟ ممكن استاذه يوجهه، يعطيه التوجه انه انا عندك ميول، انت شاطر بماده الرياضيات، روح الرياضيات، بس هو بجوز يكون عنده بجوز ميول ما حاببها. في مجال اخر. فالموسم الحالي كانت الفكره الحلوه اللي اجت من اداره الاولمبياد وهيئه الابداع والتميز، انه لا، نخلي الطالب يقدم الامتحانات الخمسه وهو يشوف شو ميوله اثناء تقديم الامتحانات. فهذا بيعطيه حافز اكثر انه انا اخترت الماده اللي انا ممكن ابدع فيها، ممكن اتميز فيها. فهذا اللي نحن بنبحث عنه، انه الطالب المبدع المتميز اللي راح يتميز في احدى المجالات، العلوم الاساسيه. نعم، طب خلينا نحكي شوي عن المحاور اللي ممكن تعتمد عليها اختبارات المدارس. طلاب كيف فيهم يحضروا حالهم علميا؟ كيف ممكن يعرف الطالب انه هو ممكن يصيب بهي المادة، انه هو فعلا عنده ميول صحيح فيها كمان؟ اولا، مشان المحاور الرئيسيه اللي بتقدم للامتحانات بمختلف المواد هي تعتمد على المعلومات اللي سبق اخذها بالمرحله الاعداديه، وبدايه المعلومات الاساسيه اللي حاليا عم ياخذها بالصف العاشر. هو صح انه ما صار له بحدود الشهر ونص مبلشين مدرسه، بس في معلومات اساسيه اخذوها. فهي كل الامتحانات تعتمد على هاي المعلومات الاساسيه، على تراكم المعلومات اللي صارت عنده بالمرحله الاعداديه لحتى وصل لهالمرحله يوم الامتحان. فكل المواد نفس تعتمد المحاور على هذه بشكل اساسي، على هذه النقاط. هلا كيف يختار الطالب؟ هلا هو ساعد بيتقدم على الامتحان، هو راح يشعر انه انا قادر امشي بهذا المجال ولا ماني قادر، انا بحب لهي الماده ولا ماني بحبها. يعني هي المواد تعتمد الامتحانات بشكل اساسي على الاستنتاج، على تحليل المعطيات، تحليل السؤال ليعرف يجاوب، مو شغله حفظيه. ما نحن ما نتبع اسلوب المدرسه، هي اسلوب استنتاجي تحليلي، هل قادر يحلل في مجال الرياضيات ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا العلوم ولا المعلوماتيه. فهي الشغله الاساسيه اللي بيعتمد عليها الطالب بشكل اساسي. هلا في نحن عندنا الموقع تبع الاولمبياد اللي هو sso.sy، في انطلاقه الموسم الحالي هو 2019 2020 للاولمبياد، جوا في الاختبارات الدورات السابقه. هلا عندنا بالنسبه للمدارس دوره سابقه، هي الاسئله ما بتتكرر لمده 15 سنه، بس بيعطيه فكره انه شو المواضيع الاساسيه اللي ممكن تتضمن بالاسئله، شو كل ماده، شو نوعيه الاسئله اللي ممكن تجي ضمن الاسئله. مين هو الطالب المتميز بمفهوم الاولمبياد؟ شو اللي بيميزه هذا الطالب بالاختصاص العلمي فقط ولا في ميزات اخرى برايك؟ هلا شوي شوي نحن بنكتشف انه طلابنا المتميزين عندهم فكر تحليلي، فكر استنتاجي، انه هو ما هو متميز بالماده فقط، بالنهايه راح يوصل لمرحله. نحن لما شفنا نتائج طلابنا بالبكالوريا، طلابنا كثير ممتازين بالبكالوريا، علاماتهم كلهم فوق ال 230. فهذا بيعطينا فكر انه الطالب صار تعلم اسلوب استنتاجي تحليلي، قادر يتعامل مع
كل شيء بالحياه قادر يطور نفسه باي اختصاص كان موجود فيه، مو بس بالماده العلميه اللي هو اختص فيها. شوي شوي هو عم يتطور، وفعلا يعني هذا جيل نحن نبحث عنه بالوطن لنبني الوطن بالمستقبل. نعم، يعني مبادرات كثيرة صارت لتدريب وتأهيل طبعا طلاب الأولمبياد العلمي السوري، منها مبادرة الطلاب القدامى ليحققوا نتائج كمان مهمة. كيف بتشوف هالمبادرات خاصة من طلاب قدامى خاضوا هالتجربة وعم يعطوا هالتجربة للطلاب الجدد؟ هلا مبادرة الطلاب القدامى هي مبادرة كثير ممتازة، لأنه هي عم تنشط وعم تنشر ثقافة الأولمبياد. بالبدايه كان الطلاب متخوفين انه انا بقدم على الاولمبياد ما بقدم على الاولمبياد، شو هذا الاولمبياد؟ فوجود طلاب قدامى واجيال سابقه من الاولمبياد عم تعطي دفع للطلاب، عم تشجعهم، عم توجههم، لانه عم تعطيهم توجه انه انت اي ماده حابه فانا ممكن ساعدك، ممكن وجهك كيف نمطيه. فبالنهايه عم تساعده باختيار الميول العلمي تبعه، فهذا شيء كثير ممتاز. وهي كثير بلشت تنتشر بالمحافظات، حلب، دمشق، حمص، هلا شوي بطرطوس، حسب تواجد عدد الطلاب، وفي باللاذقيه حسب تواجد عدد الطلاب القدامى اللي كانوا مشاركين بالاولمبياد، فبلشوا ينتشروا بالمحافظات. وهذا شيء كثير كويس انه نحن عم ننشر ثقافه الاولمبياد، عم نزيد مستوى الطلاب المتميزين اللي عم يجوا لعنا، لانه هن عندهم فكرة سابقة على الأولمبياد، فكرة لوين بده يتوجهوا، فهذه كثير شغلة مساعدة بالنسبة لنا. نعم اكيد. شو ممكن يضيف الأولمبياد على الطلاب والمشاركين على الناحية العلمية والفكرية للطالب؟ هلا شوي شوي نحن اسلوب الأولمبياد مختلف تماما عن اسلوب المدرسة. اسلوب الأولمبياد بيعتمد على التحليل، على الاستنتاج، ما بدون بناء افكار مسبقة. فانا الموقف اللي انا بكون موجود فيه انا بحلله وبستنتج طريقة لحلها، فهي ما يتعلمها بالمادة العلمية بس شوي شوي بصير يتعلمها بالمادة الحياتية، لأنه هو ما يتعلم أسلوب فكر وهذا الفكر رح يمشي معه شوي شوي، فما عم يتطور سنة ورا سنة. اللي ما ينضموا للفريق الوطني ما يزداد هاي المعلومات عندهم، طريقة التحليل، أسلوب التحليل، فكمان صار ما يستخدمها بحياته العادية، في حياته العامة، بالتعامل بجامعته. فهذا كتير نحن شيء بالنسبة لنا منقدم جيل جديد قادر يحلل، ما يبني أفكار مسبقة قبل ما يطور أسلوبه في تحليل الموقف قبل ما يوصل للإستنتاج طبعا. نعم. لكن دكتور خلينا نحكي شوي، شو ممكن يضيف الأولمبياد العلمي السوري للطالب على الصعيد الفكري والاجتماعي والمستقبلي أيضا؟ صدر العام الماضي مرسوم من السيد الرئيس بأن الطلاب اللي يحصلوا على جوائز عالمية فهنن لهم أولوية بالمفاضلة العامة، بيختاروا الفرع اللي بيناسبهم ضمن الاختصاصات اللي محددها الهيئة الإبداع والتميز مع وزارة التعليم العالي، فهذا بيعطيه منحة داخلية ومتابعة دراسته بعدين كمنحة خارجية. فهي أحد المكرمات اللي إجت بالنسبة للطلاب ورعاية الطلاب المتميزين في سوريا. بعد انتهاء المسابقة الرسمية اللي تتضمن مدارس، مناطق، محافظات والاختبار المركزي، بيتوج حاليا العام الحالي راح يتوج ال 15 الأوائل بكل اختصاص على مستوى القطر، وهدول راح يدخلوا بالفريق الوطني ليدخلوا بمنافسات اختيار الفريق انتقاء الدولي ليشاركوا بالمنافسات الدولية. هدول أي طالب بحقق أي إنجازات عالمية فهو ما يجهز حاله، ما يجهز مستقبله انه عنده إفادة داخلي، عنده يعني حتى بالنسبة له البكالوريا صارت اريح، انه انا عندي ميدالية فانا دراستي للبكالوريا هي اريح بالنسبة لي لحقق مستقبلي اللي انا بطمح له. وهو بنفس الوقت حتى وجوده بالاولمبياد عم يخليه ينظم وقته بحيث انه يدخل على البكالوريا كتير منظم، بيعرف يشتغل للأولمبياد وبنفس الوقت بيشتغل لدراسته، بيحقق نتائج كتير ممتازة بالبكالوريا ونتائج كمان ممتازة، وهذا شفناه مع طلابنا كلها. حتى لو كان طالب بكالوريا وسافر على الأولمبياد الدولي عم يجيب ميداليات ومقابل علاماته بالاختبارات البكالوريا ما تكون ممتازة. خلينا نحكي أكثر على أهداف الأولمبياد بالنسبة للطلاب، بالنسبة لبناء كمان جيل واعي، جيل مبدع. خلينا نحكي أكثر عن هدفكم. هلا بشكل أساسي نحن لما بلشت فكرة الأولمبياد بلشت إنه نبني جيل جديد عنده هاي الثقافة، ثقافة التحليل، ثقافة ما يبني أفكار مسبقة، إنه أنا بناء على مواقف بتمر معي
ان كانت علميه مبلش نحن بنشتغل بالمجال العلمي، بس هي فكر ما يتعلمه الطلاب انه انا اي موقف بدي احلله بدي استنتجه بدي اشتغل عليه. فهدف الاولمبياد الاساسي او هدف هيئه الابداع والتميز هي بناء اجيال جديده عندها فكر تحليلي، عندها اسلوب لتتعامل مع اي موقف، وبالنهاية نوصل لأجيال قادرة على بناء البلد. نحن بحاجة حاليا لأجيال جديدة لتبني البلد، فهذه الأجيال نحن هاي اللي ندور عليها. فالثقافة نشر ثقافة الأولمبياد على مستوى القطر هي كمان بتشجع المنافسات بين المدارس، إنه بتشجع المنافسات بين الأساتذة إنه أنا طلابي هن اللي تفوقوا بالأولمبياد، وبتشجع على تطوير المنهاج العلمي ليضاهي المستويات العالمية. نحن في فارق بالمستويات حسب الماده، مو كل المواد في فوارق كبيره، في فوارق مع المستويات العالميه. تشجيع الاولمبياد، تشجيع ثقافه الاولمبياد على مستوى القطر عم يأهل انه نحن نطور مناهجنا، نطور مستوى طلابنا، نطور اسلوب التفكير عند مستوى الشريحه كثير واسعه من الطلاب اللي بينضموا للاولمبياد. نعم، يعني نحن نتشكر وجودك دكتور، ونتمنى لكل الطلاب المشاركين بالأولمبياد العلمي السوري التوفيق والنجاح، وفعلا يرفعوا اسم سوريا عاليا بالمنابر العالمية اللي عم بيشاركوا فيها مثل ما تعودنا دائما. شكرا لوجودك ولجهودكم لكل الكادر التدريسي أيضا. شكرا لك. شكرا كثير، شكرا كثير، التوفيق للطلاب أكيد كلها. شكرا كثير لوجودك معنا، وأكيد نتمنى التوفيق لكل الطلاب الموجودين. الله يسلمك، شكرا.